هذا الطريق طبعا موصل المنطقة إلى الشارع الرئيسي اللي هو شارع طشان اللي يمتد من شارع الشيخ سلمان، تقاطع شارع الشيخ سلمان من الخميس إلى تقاطع مع شارع البديع مقابل قرية السنابس. فهذا شارع حيوي يربط المنطقة، وإذا جايين من البديع يوصلهم للسلمانية، يوصلهم إلى الخميس، ويوديهم إلى قضية مدينة عيسى، وصايح على ازدحام كبير جدا جدا، بس مو مؤهل صراحة الشارع، يعني حتى الشارع يمكن مو مؤهل، فيه مشكلة بعد. بالإضافة لهذا الطريق اللي هو يربط الشارع الرئيسي بالمنطقة، جرت عليه حفريات وساعد حالته، فصارت الحالة شبه يعني معدومة، إذا لم تكن معدومة على هذا الشارع.